عاد اليوم جايب لكم اخبار عن عمي ماجد الله يرحمه وزوجته الحامل وولده. شلون شلون؟ وشنو هي الاخبار الجديده عن عمك مايد؟ احج اهو. اليوم مرني مجبل العماره وقال لي كل شيء. ايش قال لك مجبل؟ يعني في شيء جديد عن اخوي ماجد وعن ولده؟ قال لي الخبر كله عند سعيده. ام سرور؟ اي يبا. وسعيده ايش عرفها بعمك مايد وزوجته الله يرحمه؟ هذا داود؟ يا يبا تقول سعيده عمي ماجد الله يرحمه سكن في اجار فريج الطواش العم ابو سعود الله يرحمه. زين. مو يا يبا سعيده ما راحت برا شويخ لما راح العم ابو سعود وزوجته موز الله يرحمهم. وان صاج يا داود انا خابر اتذكر عدل. والسعيده ايش عندها من العلوم الجديده عن عمك مايد الله يرحمه؟ احج ايش فيك؟ يا يمه سعيده شافت جاسم اللي في الفريج وهو وزوجته يدشون بيت عمي ماجد في الليل قبل لا ينزاح المرض بكم من يوم ويردون الناس من برا شويخ. ومن هو هذا جاسم وزوجته بعاد؟ من هو جاسم هذا؟ من هو ولده؟ شنو عائلته؟ ما ادري يبا. زين جاسم هذا عنده ولد مولود بسنة الرحمة؟ اي انت الصاج فهمت قصدك يا سلطان. ما ادري يبا يمكن ما يعرفونه. شلون بالله ما يعرفونه وهو ساكن فريجهم؟ يا يبا اسمع اللي اكبر. شنو بعد اللي اكبر؟ تحكي ايش فيك تحكي هدا هدا؟ جاسم وزوجته يا يبا تقول سعيدة متزوجين من كم سنة وما عندهم عيال. شلون؟ يعني إذا ما عندهم عيلان والحين عندهم ولد بس وضحت السالفة. اي والله السالفة مو هني. السالفة أن جاسم وزوجته باعوا بيتهم وما حد يعرف وين سكنوا. شلون؟ بسيطة نسأل عن جاسم وخو الكويت صغيرة بساعة ينعرف. بس تقول سعيدة أن جاسم توفى من زمان. يا بالله اكملت. لا أنا ماني مرتاح لسالفة سعيدة. أبى أروح للمجبل وأسلم عليها وأقعد مع سعيدة وأخذ منها الحكي كله. أنا اليوم مع أبو مجبل في المجلس عقب ما ظهرنا وسولفنا أبد ما حكالي عن السالفة هذه كلش.